هل جمالك عاونك في التمثيل ولا في النجاح ولا كان عائق امامك؟ جمال ولد عمي. شكون؟ جمالي انا وسامتك هي. اكيد اكيد انا معناها من جمالي ديجا عرست بعد الاربعين. هل صحيح انه شطر مداخيلك تتبرع بهم الاعمال الخيريه؟ بص اول واحد يستحق الاعمال الخيريه والحمد لله صح بطبيعتي فهمتني وانا والله قعدت لي وجيعه اي والله بالحق قعدت لي وجيعه اللي كان واتتني الظروف وكانت عندي الامكانيات باش نعملها اللي هي الوالد الله يرحمه توفى توفى ما نجمش نعاونه ما لقيتش كيفاش نداوي شبيني نكت هنا هو باش مرض مرض نعش نوع متاع نفخت له سخيه هكا معناتها توفى قبل ما انت تتشهر ولا لا وكان معناها سنديد معناها راجل برك بركه واحده وعدى معناها كل اللي يتمنى في الموت خاطر ما عادش نجم يمشي وامي تصل لا علينا هي معناتها يتمنى في الموت تلمو حس بالعجز وما عادش يتحرك ما عادش يمشي ما عادش نجم يمشي حتى التواليت وامي حتى كتبت تغسل وتبدا تبكي وانت وقتها ان شاء الله غالب وقتها ما الظروف ما تسمحش باش نهز مداويه سيرش عند ربي خير ان شاء الله ان شاء الله عند ربي خير ربي يرحمه ربي يرحمه وربي يفضلك الوالده وربي يفضلك العائله سفيان